ياسمين عز رجعت لإثارة الجدل من جديد، وبرضه لسه واقفة في صف الفرعون وبتطالب بإلغاء الخطوبة وكمان الشبكة، وبتقول لازمتها إيه الفشخرة يعني، وبتوصي الستات على أزواجهم. وكمان دلوقتي في بنات وستات كتير بينتقدوها لأنها دايما واقفة في صف الرجالة. ظهرت ياسمين عز في حلقة جديدة من برنامجها كلام الناس وقالت إنها رافضة فكرة الخطوبة اللي بتبقى قبل الزواج، وقالت إنها بتكلف العروسين فلوس كتير ملهاش داعي، ووجهت نصيحة للبنات بإنهم يشتروا خاتم كريستال عصفور بدل الذهب. ياسمين عز قالت ان الخطوبه المفروض تتلغي في مصر ويبقى كتب كتاب على طول لان الخطوبه فشخره على الفاضي. وقالت كمان اكيد البنات هيقولوا لي دلوقتي ما انت لابسه خاتم الماس، بس قالت ان هي اللي جايبه لنفسها والمفروض نجيب حاجه معقوله، والمفروض كل بنت تخفف على خطيبها لان اصلا الذهب غالي ومعظم الناس من الطبقه المتوسطه. اتكلمت الاعلاميه ياسمين عز كمان عن البنات اللي بيلبسوا فساتين بيضه في الافراح، وقالت من امتى بنلبس فساتين بيضه في الافراح؟ محدش بيلبس فستان ابيض غير العروسه. وقالت كمان لو انت رايحه فرح واحده انت بتكرهيها وقتها ممكن تلبسي ابيض في الفرح علشان تنكزي عليها. وقالت ان دايما اخوات العريس بيلبسوا ابيض في الفرح ويلزقوا في العروسه علشان بس يقروها. وجهت رساله للعرايس وقالت لهم ما تحطيش مرات اخوكي في المال. تصريحات الاعلاميه ياسمين عز اثارت حاله كبيره من الجدل خلال الساعات الاخيره، وطبعا ستات كتير انتقدوها لانها كانت واقفه في صف الرجال وبتطالب بالغاء الخطوبه والشبكه اللي كل البنات بتستناها. وفي بنات كتير بتفضل اللي يكون في فتره خطوبه علشان تتعرف على الشخص اللي هيبقى شريك حياتها قبل ما تتجوزه. كمان اتكلمت ياسمين عز عن راي فنانات في المساكنه والصلاه والحجاب، وقالت انهم المفروض ما يقولوش رايهم في ثوابت دينيه. كمان قالت ان اللي بتمثل تمثل واللي بتغني تغني، لكن ما يقولوش رايهم في الدين خالص ورايهم يحتفظوا بيه لنفسهم. وقالت ان المساكنه حرام وان الحجاب والصلاه وان الحاجات دي ثوابت وما فيهاش راي تاني. رجعت الاعلاميه ياسمين عز لتصدر الترند من جديد بسبب تصريحاتها الاخيره، ودي مش اول مره تسيل الجدل بتصريحاتها، فهي دايما بتكون واقفه في صف الرجاله. وقالت قبل كده ان الست هي سر الزواج الناجح، وان الست المفروض ما تتخانقش مع الراجل ومفروض تكون صبوره وتدلعه، ووصت الستات ان هم يحبوا ازواجهم. وقالت كل واحده في ايديها راجل امسكي فيه عشان لو سبتيه مش هتلاقيه. وكانت دايما لما تيجي تتكلم عن الراجل المصري تقول عليه الفرعون او سيد الرجاله. ومع كل تصريح جديد لياسمين عز الستات بينتقدوها لانها بدل ما بتدافع عن الستات اللي زيها بتوصيهم على الرجاله. قولوا لي بقى ايه رايكم في تصريحات الاعلاميه ياسمين عز الاخيره، وهل لو جيتوا تتجوزوا هتعملوا خطوبه وهتجيبوا شبكه، ولا هتسمعوا كلام ياسمين عز وهتكتبوا الكتاب على طول زي ما هي قالت؟ شاركونا برايكم في الكومنتس.